أهلا بكم من جديد. لمناسبة مرور يوم القلب العالمي نسلط الضوء على أهمية الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أيضا التي تحصد حياة ملايين الناس سنويا. فما هي الفحوصات التي يجب أن يقوم بها الشخص العادي للوقاية من أمراض القلب؟ للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو دكتور سامي الهاشمي، أخصائي أمراض قلبية. صباح الخير يا دكتور. صباح نور. ونورتونا اليوم. موجود مايك؟ موجود. نورتونا اليوم يا دكتور ومع الطاقم الطبي اللي حيعمل لنا اليوم الفحوصات اللازمة وللموظفين زملائنا جميعا. في البداية ما أعرف، سألت مروة ما هي الفحوصات التي يجب على الشخص العادي اللي ما عنده أي إصابة بأمراض القلب؟ لا، هو قبل الفحوصات هي كيف بيتم استقصاء هذا الإنسان أو كيف يتم السكرينينج لأمراض القلب حتى نحدد إذا هو بالفعل بحاجة لفحوصات إضافية ولا لا. فعادة نحن نبدأ بالأعمار بعد 20 سنة. إذا كان المريض عنده قصة عائلية لأمراض قلب ينصح أنه يعمل السكرينينج كل سنة ل3 سنوات. إذا ما عنده أي قصة عائلية كل 5 سنوات. بعد عمر 40 سنة بيصير الاستقصاء خلال فترات زمنية أقل، أو الانترفلز بتوين يعني بين الاستقصاء والاستقصاء بيصير أقل. فعادة نحن بنعمل كل سنة إذا كان في قصة عائلية، وكل 3 سنوات إذا ما في قصة عائلية. الغرض من ذلك هو تحديد مين المريض اللي لازم يعمل فحوصات، لأنه هاي فحوصات مكلفة، ومشان ما يكون في هنالك يعني مثل ما بيقولوا فحوصات غير لازمة أو تؤدي لتكلفة على المريض وهو ما يكون بحاجة لها. أهم شيء هو الفحص السريري طبعا. القصة السريرية والفحص السريري. بعدين طبعا قياس ضغط الدم. عادة نحن بنعمل قياس ضغط الدم 3 مرات. طيب شوية شوية دكتور عشان نقدر نفهم، لأن التفاصيل كتير أنا عارفة. نعم. ويا رب نقدر نغطي يعني كم أكبر من الموضوع أو تفاصيل أكثر. في البداية يعني زي ما احنا قلنا، هو هذا المرض هو السبب الأول في الصدارة للوفيات في العالم. صحيح. هل يمكن الوقاية منه فعلا؟ يعني كيف يمكن السيطرة على الموضوع؟ يعني بيقولوا انه اعراضه صمتة، ممكن نعرف هذا الكلام صحيح؟ مشان هيك نحن بنقول السكرينينج او الاستقصاء اللي بيتم بعيادة الطبيب اللي ببلش بالقصة السريرية والفحص السريري، وطبعا بناء على ذلك بنروح للاستقصاءات الاخرى اذا كان في داعي. اذا كان ضغط الدم مرتفع في العيادة بنحط جهاز مراقبة الضغط لمدة 24 ساعة. اذا كان في تبدلات تخطيطية بنتابع الى اختبار جهد القلب، طبعا فحص الكوليسترول وفحص السكر. يعني هذا البيزك اللي نحن بنعمله. الوقاية بتتم طبعا، أنا برأيي الوقاية تبدأ من الطفولة، لأنه أمراض القلب هي أمراض تبدأ من الطفولة، تبدأ من مراحل مبكرة جدا، والتبدلات بشرايين الجسم تبدأ أيضا من ربما من ولادة الإنسان. يولد وهو عنده سماكة معينة بشرايين القلب تؤهب للإصابات القلبية أكثر من أطفال آخرين. إذا طب دكتور متى المفروض يروح الشخص للطبيب ويقول أنا أبغى أعمل فحوصات للقلب؟ يعني عادة هل لما يبدأ يحس بآلام؟ لا لا، عادة الريكومنديشن حتى من دون أعراض من عمر 20 سنة فما فوق على الأقل مرة كل 5 سنوات. طبعا إذا في أعراض لازم يراجع الطبيب مباشرة. الوقاية بتكون أنا برأيي تبدأ من الطفولة، التوعية والتثقيف في البيت وفي المدرسة، التغذية الصحية، نمط الحياة الصحي، الرياضة، انه نأسس اطفالنا على فكرة انه ياكلوا الاكل الهيلثي الصحي ويبتعدوا عن. بس ممكن يكون في علامات يعني تشير الى وجود مشكلة في القلب، اي مشاكل القلب متعددة ومختلفة. صحيح. هل ممكن يكون في انذار قبل وقت انه يقدر الانسان يلحق نفسه ويعمل فحوصات قبل ما يحصل غلطات مثلا؟ والله هو الرد على سؤالك هذا كان من الجمعيات القلبية الكبرى، انه مع الاسف في كثير من الاحيان ما في اعراض. مشان هيك قالوا من عمر 20 سنة حتى من دون اعراض لازم على الاقل كل 5 سنوات مرة. الاعراض طبعا البادرية، الالم الصدري، صعوبة التنفس، مثلا اذا كان عم يقيس ضغط الدم بزيارة روتينية للطبيب ولقى ضغط الدم مرتفع، الخفقان، الدوخة او الارهاق او التعب الغير مفسر، اذا صار في تورم بالطرفين السفليين، مشاكل النوم، اضطرابات النوم والشخير اثناء النوم، توقف التنفس أثناء النوم، طبعا له علاقة كتير كبيرة بأمراض القلب. زيادة الوزن المضطردة، يعني بلش الإنسان يزيد وزنه بشكل غير معهود أو غير مسبوق، التبول الزايد، التبول الليلي، يعني طبعا في كثير من الأعراض. بس الأساسي يعني برأيي برامج التوعية والتثقيف الصحي وحملات التوعية والتثقيف الصحي، لأنه زي اللي موجودة معنا النهاردة في الاستوديو. يعني هم التحاليل اللي هم بيعملوها أو الفحوصات اللي هم بيعملوها دلوقتي إيه؟ عبارة عن إيه؟
طبعا نحن اللي عم نعمله الان هو حمله توعيه وتثقيف، يعني هي مش زيارات روتينيه وليست ليس الغرض منها التشخيص، الغرض منها هو السكريننج. فنحن عم نعمل قياس ضغط الدم وفحص الكوليسترول اللي بنسميه الراندوم او العشوائي وفحص السكر العشوائي. لما طبعا بنعمل هالاشياء لا يعني اذا كانت الارقام مرتفعه انه بالضروره هذا الانسان مريض، ولكن يعني انه يجب ان يقوم بزياره العياده لاجراء مزيد من الاستقصاء، ينتبه على نفسه اكثر. طيب عاده الواحد الشخص يعمل مثلا زي ما ذكرت دكتور اختبار الكوليسترول وضغط الدم والسكر، متى الشخص يبدا يعمل مثلا اللي هو فحوصات الجهد؟ اختبار الجهد مرتبط بثلاث عوامل اساسيه: وجود قصه عائليه لمرض قلبي باعمار مبكره، وجود تبدلات بتخطيط القلب، لانه تخطيط القلب هو السكريننج، نحن بنعمله حتى من دون اعراض، اذا في شيء بالتخطيط اذا بنتابع لاختبار الجهد، وجود الاعراض. اذا القصه العائليه تبدلات تخطيطيه ووجود الاعراض. هلا كل ما كان عنده الانسان عوامل خطوره اكبر، كل ما كان اختبار الجهد ذو قيمه اكبر. يعني لما بعمل انا اختبار جهد لمريض ما عنده قصه عائليه وتخطيط القلب عنده طبيعي وما عنده اي عوامل خطوره، ما عنده اعراض، في احتمال كثير كبير نلاقي موجودات بالتخطيط كاذبه مضلله تؤدي الى مزيد من الاستقصاءات الغير ضروريه. مشان هيك بيقول لك اختبار الجهد يرتبط بالباك جراوند تبع المريض، شو هو تاريخه المرضي وشو هي طبيعه الاعراض، عمر المريض، وكل ما كان المريض عنده عوامل خطوره اكبر كل ما اكتسب اختبار جهد القلب قيمه اكبر، وكل ما كانت التبدلات اللي اذا كانت موجوده تستدعي مزيد من الاستقصاءات وتكون مور اكيوريت. طبعا احنا حابين ننوه انه فريق العمل الموجود مع حضرتك النهارده في مبنى الام بي سي هيكون هيعملوا فحوصات على كل الموظفين اللي حابين ان هم يشاركوا في هذه التوعيه. طبعا مشكورين على نوع من الوقايه، بنشكركم طبعا على وجودكم معانا النهارده. طيب دكتور، يعني طيب احنا الان الشخص عمل فحوصات، اذا كان ما عنده تاريخ مرضي قبل كذا، هذه الفحوصات زي ما ذكرنا الضغط، الكوليسترول، السكر، اختبار الجهد في بعض الاحيان، اذا كان عنده تاريخ مرضي فعلا او في وراثه عائليه في مشاكل في القلب. يعني طبعا هذا مدعاة انه نحن نعمل ما هو اكثر من ذلك. يعني طبعا اللي بيحدد الخطوه الثانيه هو نتائج هالاستقصاءات هي. طبعا زائد وجود التاريخ المرضي او التاريخ العائلي ووجود الاعراض. يعني دائما انا اؤكد على وجود الاعراض، اذا في اي عرض يشتبه لازم نحن نكمل الاستقصاءات للاخر. وجود التاريخ المرضي طبعا بيخليني انا يزيد الحرص انه الشخص ممكن لازم ممكن نروح شويه ابعد، على الرغم من انه هن بالمعايير العالميه ما كثير ميزوا عند المريض اللي ما عنده اعراض بين المريض اللي عنده تاريخ مرضي او ما عنده تاريخ مرضي، ستيل السكريننج ان جنرال هو الفحص السريري، القصه السريريه، تخطيط القلب. وطبعا اذا لقينا شيء بالفحص السريري بتخطيط القلب نستمر خطوه اكثر، ولكن نحن في الممارسه اليوميه ما كثير بنلتزم بالمعايير العالميه، المعايير العالميه هي جايد لاين بس لحتى توجهك، بس هي مش بديل للمحاكمه الطبيه. فاذا انا قاعد مع المريض والمريض ما عنده اعراض بس انا عندي احساس وعندي الحدس السريري انه هذا المريض رغم انه ما عنده اعراض بسبب وجود التاريخ المرضي الحافل عنده، يجب ان اتقدم خطوه اخرى، يجب ان افعل ذلك. لانه انا ممكن بانه اخذ الاستقصاءات على محمل الجد ان امنع حدوث وفاه، طبعاً ان امنع حدوث اصابه تؤدي للعجز الوصيفي، وانا بعتبره هذا أسوأ من الوفاه لانه بصير عالي على المجتمع، عالي على اهله، عالي على الدولة. طب سؤال اخير دكتور، لانه وقتنا انتهى، هل المراه اكثر عرضه من الرجل باصابه امراض القلب ام هي متساويه؟ لانه في اقاويل بتقول كده وفي ناس بتقول انها اشاعات. شوفي هلا موضوع المراه هذا عليك جدل كثير كبير. كان سابقا اعمار قبل 45 سنه وفتره ما قبل سن الياس المراه اقل عرضه للاصابه من الرجل، وبعد سن 45 سنه يتساوى المراه والرجل. ولكن الآن بزيادة نسبة التدخين عند النساء، زيادة نسبة حدوث مرض السكر عند النساء، بدأنا نشوف نساء عم يصابوا بأعمار مبكرة. مع الأسف الشديد مجتمعاتنا لا تملك دراسات إحصائية، أنا أعتقد في فروقات عرقية كتير كبيرة، نحن دراسات تجينا من برا فما في عنا هنا. جميل، نتمنى الصحة للجميع ومشكورين زي ما ذكرنا على هذه الفحوصات لموظفين العربية، واحنا أيضا هنعمل كمان الفحوصات لازم بعد شوية في الفصل. الآن نشكر طبعا الدكتور سامي الهاشمي أخصائي أمراض القلبية، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.